تيجي نتكلم على الميكانيكال فنتليتور فانكشن دايجرام. بيزيكلي الانتري بوينت عندنا في الميكانيكال فنتليتور هي الاير والاكسجين، دول بيجوا لنا عاده من الميديكال جاس لاين، بيدخلوا بعد كده على الاير اكسجين بلندر، ده اللي بيعمل لنا الميكشر من الاير والاكسجين بنسبه الاكسجين اللي احنا محتاجينها للبيشنت. بعد كده بيبقى في عندنا مرحله بنتحكم فيها، نتحكم في البريشر والفوليوم اللي رايحين للبيشنت، وبعد كده بيبقى في عندنا مرحله بنتاكد فيها ان نسبه الاكسجين سليمه قبل ما بيدخل الهواء للبيشنت في الانسبيريشن. جزء الاكسبيريشن بيرجع من ليمب تاني، من مرحله تانيه، وبيرجع بعد كده بيطلع بره خالص من خلال، بيبقى في عندنا حاجه زي فالف كده بيتحكم لنا في الهواء اللي خارج، وبالتالي يعني بنهايه الاكسبيريشن بيكون خلاص البيشنت مستعد ان هو ياخد انسبيريشن جديد. طبعا ال فانكشن دايجرام في الميكانيكال فنتليتور في مجموعه من السنسورز ومجموعه من الاكتيويترز. يعني مثلا بالنسبه للسنسورز لازم يكون في عندنا بريشر سنسور، لازم يكون في عندنا فلو سنسور، لازم يكون في عندنا اكسجين سنسور، وفي بعض الاجهزه المتقدمه شويه ممكن يبقى في كمان كربون دايوكسيد سنسور. بالنسبه للاكتيويترز اللي هي الحاجات اللي بتشتغل وتعمل لنا يعني الكنترول على الفلو وعلى البريشر وعلى الحاجات اللي زي كده، بيبقى في عندنا فولفز وبيبقى في عندنا اير بلور. المحاضره دي هنتكلم فيها على السنسورز دي ونتكلم على الاكتيويترز دي بحيث ان احنا نفهم هم بيشتغلوا ازاي. اول حاجه نتكلم عليها هي البريشر سنسور. البريشر سنسور عاده بيتعمل من بيزو ريزيستيف سنسورز. بيسيكلي لو بصينا على الدياجرام ده هنا كده، بيبقى لو احنا بنتكلم على يعني بنتكلم على ابسولوت بريشر سنسور، بيبقى في عندنا هنا البريشر بيجي عن طريق في عندنا حاجه زي سامبل لاين كده، والسامبل لاين ده فيه في الاخر حاجه زي بريشر كونتينر بيبقى ان كونتاكت مع بيزو ريزيستيف سنسور. البيزو ريزيستيف سنسور الحقيقه عنده كاركترستيك مهمه جدا، ان هي الريزيستنس بتاعته بتتغير بطريقه لينير مع البريشر. بمعنى لو انا قدرت ان انا اقيس الريزيستنس بتاعت السنسور دوت، اقدر على طول ان انا استيميت البريشر. فالحقيقه انا بتكلم على البيزو ريزيستيف عامه، ممكن يبقى او هو عباره عن سوليد ستيت ديفايس whose electrical resistance depends on the strain of membrane or hence the pressure. طبعا بنتكلم على ان احنا ممكن يبقى في عندنا السنسور ده زي ما هو في الحاله دي كده، ده بيقيس ابسولوت بريشر، وممكن يبقى في عندنا ارينجمنت ثانيه بالشكل ده كده بيبقى بيقيس فيها ديفرنشال بريشر. يعني نفس الحاجه اللي موجوده هنا دي ممكن تبقى موجوده عندي هنا في الممبرين اللي موجود عندي في النص، بس هنا الديفلكشن بتاع الممبرين او التغير في الممبرين دوت بيعتمد على فرق البريشر بين تو كومبارتمنتس. فممكن يبقى في عندنا سنسور بالشكل ده كده، يبقى في عندنا سنجل انتري لاين، وممكن يبقى في عندنا واحد زي كده بيبقى في عندنا تو يعني تو او دي وان لاينز كده علشان نقدر ندخل تو بريشرز ونقيس الفرق بقى. طبعا الحاجه المهمه جدا في البريشر سنسورز ان هي يعني لازم تبقى عندها فيري فاست ريسبونس تايم، يعني معنى كده تديني تغيرات، لو في اي تغير في البريشر تديني التغير في البريشر ده يعني في غضون ملي سكند. وده الحقيقه موجود في سنسورز كتير، يعني في سنسورز كتير افيلبل ممكن نختارها يبقى فيها الخاصيه دي. طبعا ده بالنسبه للبيزو ريزيستيف سنسورز. ممكن نفس السنسورز دي تبقى اكشوالي معموله من ريزيستيف سترين جيج، يعني بيبقى في عندنا شكل معين كده لطباعه الريزيستيف لاينز، او يعني لو انا عندي مثلا كوندكتور ولا حاجه ممكن احطه على حاجه زي الاستيك ممبرين كده، وبعد كده لما بيحصل تغير في الدايمنشنز بتاعت الريزيستورز بطبيعه الحال بيحصل تغير في الريزيستنس، وبالتالي برضو بقدر اقيسها بنفس الطريقه. بس الحقيقه البيزو ريزيستيف سنسورز هي مستعمله اكتر في المجال بتاعنا. فعامه الاقي ان الكلام ده موجود، والحقيقه ما هياش فيري اكسبنسيف الحقيقه السنسورز زي كده. ده ابسولوت بريشر سنسور بيقيس لي البريشر كقيمه وقيمه ريلاتيفلي زيرو. بتكلم هنا على البريشر اللي انا بقيسه بيبقى عباره عن ريلاتيف بريشر بتوين تو ليمبس، يعني بريشر واحد ناقص بريشر اثنين او العكس. هنبدأ دلوقتي نتكلم على الفلو سنسورز. الفلو سنسورز لها تكنيكس كتير الحقيقة، في كذا طريقة علشان نقدر نعمل بيها فلو سنسورز. فأول طريقة هي بنسميها نيومو تاكوجراف. الفكرة بتاعتها في منتهى البساطة، يعني لو عرفنا أو تذكرنا الانالوجي بتوين الالكتريكال والميكانيكال كوانتيتيز، لما يكون عندي فيه فلو
والفلو دوت بيبقى فيه ريزيستنس، له ريزيستنس معينه، بيبقى بيسكلي بنتكلم على الفلو دوت اللي هو اف بيساوي فرق البريشر على الريزيستنس بتاعت اللي هي الانبوب دوت. لما بتكلم على الالكتريكال انالوجي بتاعها، هو عباره عن عندي الالكتريكال ريزيستنس وفي عندي الفولتج بيبقى مقابل للبريشر، والريزيستنس زي ما هي بالظبط، والكرنت هو مقابل للفلو. فبالتالي لو احنا عاوزين دلوقتي نقيس الفلو، نقيس الكرنت، ممكن في منتهى البساطه يبقى عندي بيسكلي عندي يعني الريزيستنس دي تبقى معروفه، واقيس البريشر دروب او اقيس الفولتج دروب، وعن طريق الفرق بين او مقسوم الاثنين على بعض، فرق البريشر دروب، فرق البريشر او الفولتج دروب دوت بقيسه، وعندي الريزيستنس دي معروفه، فبقدر ان انا احسب الكرنت. نفس الكلام اقدر اعمله بالظبط بالنسبه للفلو. لو انا قست فرق البريشر بين نقطتين وعندي الريزيستنس معروفه، بقدر ان انا احسب الفلو بتاعي بيساوي كام. طبعا الايكويشن دي زي ما احنا بنتكلم على الاومز لو، هنا موجود، هنا عندنا حاجه اسمها البوازوي ايكويشن او البوازوي لو فور فلويدز، هو بالظبط الايكويفالنت للاومز لو بالنسبه للالكتريك سيركتس. فالسنسورز في النيومو تاكوجراف عباره عن حاجه بالشكل ده كده، بيبقى في عندي هنا بحط داخل الباث بتاع الفلو نفسه، بحط حاجه يعني بعض الستراكشرز اللي جوه كده بحيث انها تعمل لي ريزيستنس. والريزيستنس دي ببقى انا عارفها وتبقى معروفه بالنسبه للاستراكشر بتاع السنسور دوت، وبالتالي لو انا قست فرق البريشر، بقيس هنا الديفرنشال بريشر بقى باستعمال ترانسديوسر زي اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، نقدر ان احنا نعرف فرق البريشر اللي بين النقطتين دول. بمعلوميه فرق البريشر والريزيستنس بقدر ان احسب الفلو بيساوي كام. فالحقيقه بيبقى في عندنا سنسور بنفس الشكل ده كده، ده سنسور موجود وده ميديكال جريد سنسور، ده بيستعمل في الريسبيريشن عموما، يعني في الابلكيشن بتاعت الميديكال ميكانيكال فنتليتورز، والحقيقه يعني فيها خواص كتير حقيقه ممتازه جدا. فبيسكلي بقدر ان انا بيها اقدر اقيس الفلو بطريقه دقيقه جدا، وبيبقى حقيقه برضو طريقه القياس دي بتسمح ان انا اقدر اقيس الفلو بريسبونس تايم بيبقى قليل جدا. فالفكره هنا في النيو تاكوجراف كملخص، هي بنعمل سنسنج التشينج ان بريشر اكروس فيكسد ريزيستنس ثرو ويتش ذا جاس فلو از لامينر، يعني الفلو هنا بيبقى ماشي بطريقه لامينر. فبالتالي لو انا عرفت الفرق البريشر وعارف الريزيستنس، يعني بقيس فرق البريشر ده بيبقى ميجرد، والريزيستنس ببقى عارفها نتيجه للاستراكشر بتاع السنسور، فبقدر اقيس من خلال كده بقدر اقيس الفلو بطريقه مباشره. فهي بالظبط نفس الطريقة، هي أكني بقيس الكرنت ثرو ريزيستنس، وده الحقيقة يعني واحدة من الطرق اللي احنا ممكن يعني كأنالوجي كده ممكن احنا نفكر فيها. وطبعا زي برضو الحالة بتاعت الريزيستنس، الأوبريشن بتاع السنسور ده بيبقى باي دايركشنال. باي دايركشنال معناها ان انا لو الفلو ماشي في الاتجاه ده او ماشي في عكس الاتجاه، بيقدر يقيس نفس الفلو من غير اي مشكلة خالص. طبعا لو احنا فكرنا في الريزيستنس انالوجي، مش هتفرق معانا لو انا دلوقتي الكرنت ماشي في الاتجاه ده او ماشي في عكس الاتجاه، عن طريق الفولتج دروب بقدر اديتكت الفرق دوت اذا كان الكرنت ماشي في اتجاه يمين ولا اتجاه شمال، وبالتالي بقدر اقيس الفلو في both directions. فالحقيقه سنسور زي كده الحقيقه ممكن نستعمله عشان نقدر نقيس بيه الانسبيراتوري فلو، ونقدر نقيس بيه الاكسبيراتوري فلو عشان نقدر نتحكم في الفنتيليشن مود اللي احنا بنشغل بيه الجهاز. نوع تاني من انواع الفلو سنسورز معتمد على حاجه بنسميها الفاريبل اوريفيس فلوميتر. الفاريبل اوريفيس فلوميتر بيبقى عباره عن سنسور بالشكل ده كده، فيه فلاب، والفلاب دي بيسكلي حسب اللامينر فلو اللي موجود، حسب الفلو اللي موجود ممكن تفتح بطريقه قليله او بطريقه كتير، حسب كل ما الفلو كبر كل ما اتفتح بطريقه اكبر شويه. وطبعا لو في عندنا فلاب بالشكل ده كده، طبعا لو عندنا ريفرس فلو برضه هيعمل نفس الحاجه في عكس الاتجاه. فالنقطة لو احنا برضو جينا قسنا فرق البريشر بين نقطتين قبل وبعد الفلاب، طبعا الفلاب ده بيبقى هو نفسه لو ريزيستنس بنفس الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. فرق البريشر دوت على الريزيستنس بتاعت الفلاب نقدر نجيب منه على طول الفلو ريت بيساوي كام. اوكي، فبالتالي بنتكلم على بيبقى في عندنا ديفايس زي كده، والديفايس دي بيبقى لها يعني جوه الفلاب ده بيبقى موجود، وبيبقى في عندي 2 بوينتس بقدر اقيس بيهم البريشر ديفرنس اكروس الفلاب دوت. وبالتالي طبعا عندنا برضو نفس الكلام، بيبقى كان عندنا برضو ديفرنشال بريشر سنسور زي اللي اتكلمنا عليه قبل كده مستعمل هنا برضو.
وبالتالي بيسكلي عن طريق البريشر دوت، واحنا عارفين الريزيستنس بيبقى في عندنا 1 تو 1 كورسبوندنس بين الفلو ريت والبريشر دروب. طبعا هنا ممكن نفكر ان الريزيستنس بتتغير مع الفلو، بس اكشولي لو احنا عرفنا قيمه البريشر دروب الديفايس دي بتبقى كاليبريتد، كل بريشر بيكورسبوند لسيرتن فلو ريت، فبالتالي بمعلومات البريشر بقدر على طول احصل على الفلو ريت بيساوي كام. الميزه برضو بتاعت السنسور ده هو ان هو يشتغل في الباي دايركشنال، بيشتغل باي دايركشن معناه اقدر اقيس الفلو في الاتجاهين، وده طبعا بيسمح ان انا استعمله. يعني عامه احنا بالنسبه لنا لما بنتكلم على الانسبيراتوري ليمب والاكسبيراتوري ليمب المفروض الدايركشنز فيها تبقى موحده، يعني الدايركشن ما بيتغيرش، بس في بعض الاحيان في بعض الديزاينز الناس بتستعمل الفلو سنسور عند الماوث بيس بتاعت البيشنت، بمعنى ان هي بتبقى عند الكومن ليمب اللي هو بيجمع الانسبيراتوري والاكسبيراتوري، بمعنى كده يبقى لازم في الحاله دي يقيس الفلو اللي داخل واللي خارج من البيشنت. بس عامه واحد من السنسورز اللي هي موجوده وكومن يوز الحقيقه في الميكانيكال فنتليتورز. نوع تاني من انواع الفلو سنسورز بنسميه الهوت واير انيمومتر. انيمومتر بيسكلي ككلمه هو موجود عندنا في ابلكيشنز اخرى، وهو بيتكلم على سرعه الرياح مثلا، يعني الاجهزه اللي بتقيس سرعه الرياح بنسميها انيمومتر. فهي فعليا هي بنتكلم فيها على قياس سرعه الفلو هنا، وطبعا بمعلومات الدايمنشنز نقدر نحدد الفلو ريت بيساوي كام. فالفكره فيها بمنتهى البساطه بيبقى في عندي ريزيستد اليمنت هنا، حاجه زي واير كده وله ريزيستنس. طبعا لما يكون في عندنا الواير دوت ماشي فيه كارنت، بنمشي فيه كارنت، فبيطلع عندنا فيه باور عباره عن اي سكوير ار. زي ما احنا عارفين الاي سكوير ار دي ملهاش طريق تطلع غير ان هي تسخن الواير نفسه، زي الهيتر، زي الهيتنج اليمنتس الموجود عندنا في اي هيتر. فبالتالي بيحصل ان بيبقى فيه درجه حراره بتزيد في الواير دوت، والريزيستنس بتاعته بتتغير نتيجه لكده، لان احنا عندنا طبعا الريزيستنس عامه بتتغير مع درجه الحراره باكويشن لينير بالشكل ده كده، يعني الريزيستنس بتعتمد على درجه الحراره بالشكل ده. فالفكره هنا ان انا لما يكون في عندي كولد جاس، لما يكون في عندي الهواء ماشي في الانبوب دوت، الهواء دوت هيبرد شويه الوارم واير دوت او الهوت واير دوت، بمعنى درجه الحراره هنا مش بس هتعتمد على الكرنت اللي انا ماشيه، لا هتعتمد كمان على الفلو ريت اللي ماشي عندي. كل ما الفلو ريت كان اعلى كل ما ده درجه حرارته كانت اقل من درجه حراره متوقعه من الايكويشن. فبالتالي اللي بيحصل هنا ان احنا بيسكلي يعني اول حاجه بنحط ريزيستيف واير في الفلو باث ونسخنه باستعمال الكتريك كارنت، وبالتالي الريزيستنس هتزيد بشكل لينير مع التمبرتشر. لما بيحصل فيه فلو، الفلو ده بيعمل كولينج داون للواير، يعني بيبرد الواير وبالتالي بيغير الريزيستنس. وبالتالي لو انا قست الريزيستنس الموجود عندي هنا بمعلوميه الكرنت ببقى عارف الحراره بتاعته المفروض تكون كام، وبالتالي الريزيستنس المفروض تكون كام. لما الفلو ريت بيبرد درجه حراره الريزيستنس، بالتالي بقدر اقيس الريدكشن في درجه الحراره، وبالتالي بقدر اقيس التغير في الريزيستنس دوت، بقدر اعمل له ريليشن للفلو ريت ده بيساوي كام. وبالتالي ممكن ان احنا باستعمال الريزيستنس تشينج بنقدر نميجر ونستيميت الفلو ريت. طبعا يعني في عندنا اجهزه موجوده بالشكل ده كده، يعني سنسور الفلو بتاع دريجر مثلا مستعمل نفس التكنيك دوت، هو بيبقى فيري فاست وفيري اكيوريت، والحقيقه دايركشن انسنسيتيف برضه، يعني بمعنى ان هو ما هواش يعني يفرق معاه الدايركشن، يعني برضه ممكن يقيس باي دايركشنال فلو. في بعض الاحيان زي ما بقول لكم ممكن يستعمل السنسور دوت في انسبيراتوري ليمب، يبقى في الحاله دي هو يبقى دايركشن بيبقى واحد طول الوقت. لو استعملناها في الاكسبيراتوري ليمب يبقى دايركشن واحد. لو استعملناها في الماوث بيس يعني نير الماوث بيس بعد الجويننج بتاع الانسبيراتوري اكسبيراتوري ليمبس، بيبقى في عندنا الفلو بيبقى داخل وخارج من البيشنت، فممكن ساعتها يستعمل ك يعني بيسكلي كدايركشنال سنسور. بس عامه بنتكلم على السنسور ده الحقيقه مستعمل كتير، والفكره بتاعته في منتهى البساطه وكلها الكتريكال، بتعتمد ان انا بقيس التغير في الريزيستنس بتاعت هوت واير، والهوت واير ده عباره عن ريزيستنس بنسخنها بكرنت، والتغير ده بيبقى له علاقه مباشره بالفلو ريت. احد الانواع اللي برضو مستعمله بس مش مستعمله الحقيقه بطريقه يعني منتشره، او يعني السنسورز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده منتشر اكتر شويه، في عندنا حاجه اسمها الفين انيمومتر.
البين انيمومتر ده فكرته الاساسيه ان هو بيبقى في عندي داخل الانبوب، بيبقى في عندي سكشن كده في الانبوب بتاع الفلو، بيبقى فيه عباره عن حاجه زي مراوح، حاجه زي فين. فين دي بيبقى مروحه. مروحه طبعا زي ما احنا عارفين، لو احنا عندنا اي مروحه موجوده مش حتى مش مشغلينها، لان لما بيجي عليها هواء هي بتتحرك. الريش الموجوده فيها او الفينز الموجوده فيها بيسكلي لما بيجي عليها الهواء بيديها فورس بحيث انها تقدر تلف. فلو احنا عملنا ارينجمنت بالشكل ده كده، يبقى دي كده بنتكلم على في هنا مروحه وهنا في مروحه، وفي النص بينهم في الاكسس اللي في النص ده في عندنا بليت، يعني مجرد بليت ده بيلف مع الاثنين، والهواء طبعا لما بيمشي في السكشن دوت بيغير لي سرعه الفينز الموجوده هنا، وبالتالي بيغير لي سرعه حركه البليت ديت. فاللي بيحصل هنا لو احنا حطينا كارتريج من بره بالشكل ده كده، الكارتريج دوت في من ناحيه في عندنا هنا مثلا بنتكلم على ليد، يعني بنتكلم على لايت سورس، والناحيه الثانيه بنتكلم على لايت ديتكتور. اللي بيحصل لما انا بحرك البليت اللي موجود عندي هنا دوت، في وقت من الاوقات البليت ده بيبقى في الوضع ده كده، يبقى معنى كده هيمنع الضوء اللي جاي من هنا، وفي وضع تاني في نفس الوضع ده بيبقى الضوء ده شغال، بيبقى الضوء ده موجود. لما ده بيلف هلاقي ان في عندي، لو انا خدت السيجنال من اللايت ديتكتور A او اللايت ديتكتور B، هلاقي ان هي عباره عن بالسز. بالسز يعني بتبقى اون لما يكون الباث بتوين اللايت ايميتنج دايود والديتكتور يعني مفتوح زي هنا كده مثلا، وبيكون اوف او بيكون زيرو لما بيكون الباث دوت بيبقى اوبستراكتد بالمكان بتاع الفين نفسه، بتاع اللي هو الموجود اللي هو اللي هي البليت الموجوده هنا دي. وبالتالي لما انا اعد عدد البالسز اللي موجود عندي في الدقيقه او في الثانيه مثلا، بقدر اعرف او اقدر ريليت الكلام ده للفلو ريت بيساوي كام. الميزه بتاعت السنسور دوت ان هو بيسكلي زي ما حضراتكم شايفين كده، هو في جزء واحد هو ده اللي بيبقى الفلو ماشي فيه، والجزء اللي بيقرا اللي هو الفيل الكترونكس بيبقى خارجي. وبالتالي انا ممكن احط، يبقى في عندي السكشن ده بيبقى ديسبوزابل، يبقى موجود في حاجه مثلا زي الاكسبايرد اير، يعني في الاكسبيراتوري ليمب يبقى موجود فيه. وبالتالي يعني انا يعني بعد ما بخلص، بعد ما بقيس القياس بتاعه من الاكسبيراتوري ليمب اللي هو بيبقى جاي من البيشنت، ما بحتاجش ان انا استريلايز الجهاز كله، لا انا ممكن ان انا الجزء ده يعني يترمي ويبقى في واحد تاني موجود، يعني يبقى في واحد جديد موجود كديسبوزابل ايتم. الجهاز القياس الجزء اللي هو الكليب بنسميه سنسور كليب اللي هو موجود عندنا دوت، يعني ده مجرد كده ان انا بحط السكشن ده في طريق بتاع الاكسبيراتوري ليمب، وبعد كده بانسرت الجزء دوت في المكان اللي بيقدر بيه يعمل القياس بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. فهو الحقيقه ده يعتبر واحد من السنسورز اللي هي ممكن تبقى مفيده في ان بارتيكولر، يعني بالنسبه للاكسبيراتوري ليمب، علشان الجزء اللي هو له علاقه بالكروس انفكشن، ان انا مش محتاج ان انا يعني ممكن اعمله كديسبوزابل ديفايس، ما بيبقاش عندي كوست ان انا اغيره مثلا كل بيشنت، وبالتالي بيبقى يعني ممكن ان انا بالنسبه لي يبقى مفيد علشان اقدر ان انا اعمل كنترول على اي انفكشن ممكن يحصل. طبعا السنسور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فلو ريت سنسور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الحقيقه كلهم يعني كلهم ستيريلايزر، بمعنى ان انا ممكن ادخلهم الاستيريلايزر وبعد كل بيشنت، فبالتالي هم ما عندهمش مشكله. التكنيك الموجود هنا طبعا نتيجه ان في الكترونكس بالشكل اللي موجود هنا ده كده، ممكن يبقى في بعض المشاكل لو انا كنت هستيريلايز الجزء كله اللي فيه الالكترونكس كمان، فبالتالي احنا خلصنا من المشكله دي بان يبقى في جزء ديسبوزابل، وجزء ديسبوزابل ده بيركب بعد كده على الجزء الخارجي ده اللي هو مش محتاج يبقى ستيريلايز، ان هو ما بيتعرضش للهواء اللي جاي من المريض. نبدا دلوقتي نتكلم على الاكسجين سنسور، او بنتكلم عامه على الغازات، القياس بتاع نسب الغازات الموجوده عندنا في الهواء بتاع الريسبيريشن. فعندنا الحقيقه يعني مهم جدا نتكلم على حاجتين، نتكلم على الاكسجين سنسور في الانسبيراتوري اير، ونتكلم على السي او 2 في الاكسبيراتوري اير. طبعا الاكسجين في الانسبيراتوري اير ده في غايه الاهميه، لان احنا مفروض ان الجهاز يقدر يتحكم في الاكسجين ريشيو او الاكسجين كونسنتريشن اللي هو الاف اي او 2 الفراكشنال انسبايرد اكسجين كونسنتريشن، ومفروض ان هو يبقى حد معين، المفروض يبقى يعني ميت نفس السيتنجز اللي الدكتور حطها. فلما بنتكلم على ان احنا بنقيسه، ده حاجه طبيعيه، لان احنا في اي كنترول لوب لازم يبقى في عندنا حاجه سنسور يقيس لنا القيمه علشان نقدر نتاكد ان هو اتعمل له ميكسنج بطريقه سليمه.
الجزء بتاع السي او 2 زي ما هنتكلم عليه بعد شويه، بنتكلم على الافشنسي بتاعت الجاس اكسشينج. يعني بمعنى لما يعني بتكلم على نسبه السي او 2 في الهواء اللي راجع، ببقى يعني حسب النسبه دي بقدر احدد اذا كان الجاس اكسشينج اللي بيحصل داخل المريض بيحصل بطريقه سليمه ولا لا، وبالتالي برضو بيبقى له اهميه في الفنتيليشن مودز والكنترول بتاع الفنتيليشن مودز. النوع الاول من الاكسجين سنسورز بنسميه الفيول سيل او الجلفانيك سيل، ده بيبقى بيتم ان هو فيول سيل طبعا عشان هو شكله شبه الخليه الكهربائيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كهروكيميائيه. يعني بيبقى في عندنا في تو الكترودز، واحد فيهم بيبقى معمول من نوبل ميتال والنوع الثاني بيبقى لد، بيبقى رصاص. الحقيقه بنتكلم على ان السنسور دوت بيبقى يعني بيقيس الاكسجين عن طريق بيرميبل ممبرين، بيبقى في عندي اكسجين بيرميبل ممبرين، ده الممبرين ده هو اللي بيبقى اكسبوزد للهواء اللي موجود عندنا في الانسبيراتوري ليمب. الاوتو بيرميبل ممبرين ده بيسمح للاكسجين الموجود عندي في داخل الانسبيراتوري ليمب ان هو يديفيوز داخل الخليه الكيميائيه الكهروكيميائيه. اوكي؟ وبالتالي بنتكلم على طبعا عندنا هنا طبعا بيبقى في عندنا الكترولايت حوالين الكلام ده كله، طبعا عاده كي او اتش اللي هو بنتكلم على هيدروكسيد البوتاسيوم. فبنتكلم هنا على ان لما الاكسجين بيدخل داخل الالكترولايت بيبتدي ديفيوز داخل الالكترولايت اللي موجود دوت، وبيوصل ما بيقدرش يتفاعل مع النوبل ميتال نتيجه ان النوبل ميتالز ما بتتفاعلش عموما، يعني التفاعل بتاعها صعب جدا مع الاكسجين او مع غيره. وبنتكلم على ان اللاد ممكن يتفاعل مع الاكسجين بطريقه اسرع. فبيحصل التفاعل ده عن طريق حاجتين، عن طريق مرحلتين. بيبقى المرحله الاولى ان الاكسجين مع الميه بيبتدي يحصل تفاعل كده وياخد الكترونز ويدينا 4 او اتش ماينس. بعد كده الاو اتش اللي هو الهيدروكسيد هيدروكسايد يعني 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 اللي هو الموجود عندنا دوت بيتفاعل مع اللاد وبيدينا بعد كده يعني ليد اوكسايد مع H2O تاني، وبيطلع بعد كده أربعة الكترونز. فاللي بيحصل ان احنا عندنا التفاعل الاولاني دوت في الكترونز بياخدها والتفاعل الثاني في الكترونز بيطلعها. الكلام ده بيعدي من خلال احنا عندنا طبعا هنا لما بنتكلم على انود وكاثود هنلاقي طبعا لما احنا بنيجي ناخد الكترونز بناخدها من بناخد الالكترونز من واحده منهم وبندي الكترونز لواحده الثانيه. فبالتالي بيحصل نتيجة للتفاعلات اللي موجودة عندنا هنا دي بيحصل عندنا فرق في الفولتج، والفرق في الفولتج ده بيمشلنا كارنت. اوكي؟ نتيجة لوجود الالكترونز دي واحدة فيهم بتاخد واحدة فيهم بتدي. وبالتالي بيطلع لنا لو احنا قسنا هنا الفولت او الكارنت هيطلع لنا حاجة بروبورشنال لنسبة التفاعل اللي بيحصل دي كام. كل ما كان نسبة الاكسجين اكتر كل ما كان الفولتج طالع ده اكتر. فده بنتكلم عليه من الفارادايز فيرست لو اوف الكتروليسيس. فبيسكلي الفلو اوف كارنت عموما اللي بيحصل دوت في المرحلتين دول بيعتمد على الابتيك اوف اكسجين ات ذا انود. يعني بنتكلم على ان خدنا هنا قد ايه اكسجين هنا عند الانود عشان نعمل التفاعل دوت ونطلع ليد اوكسايد. فبالتالي بنتكلم على ان الفولتج اوتبوت بيبقى بروبورشنال للاكسجين بارشال بريشر. كل ما الاكسجين زاد كل ما التفاعل ده زاد او حصل بريت اعلى كل ما كان في عندنا جنريشن لفولتج اكبر. طبعا نتيجه لان السنسور دوت بيعتمد اول حاجه على ديفيوجن اوف اكسجين، ديفيوجن عاده بيبقى يعني واحده من البروسيسز اللي بتبقى بطيئه باي نيتشر. بنتكلم على ان هي بيحصل فيها تفاعلات كيميائيه، تفاعلات كيميائيه برضو الى حد ما طبعا عشان تحصل بالشكل اللي احنا عاوزينه طبعا بتاخد برضو بعض الديلي. فبالتالي بنتكلم على الريسبونس تايم بتاع الوحده دي بتاع الفيول سيل اكسجين سنسور بنتكلم على من 20 ل 30 سكند. طبعا بنتكلم 20 30 سكند ده يعتبر يعني يعتبر بطيء جدا، بنتكلم على ان احنا يعني ما بقدرش ان انا اقيس نسبه الاكسجين كل بريث، يعني لما باخد النفس ببقى يعني قراءه الاكسجين بتاعت قبليه ب 30 ثانيه. فالحقيقه ده ما يعتبرش حاجه كويسه بس يعتبر مناسب علشان اقدر اقيس الافريج اكسجين كونسنتريشن مثلا في الدقيقه. انما ما ينفعش ان انا اقيس بيه مثلا كل بريث. المشكله الثانيه في السنسور ده نتيجه ان هو كفيول سيل عموما زي اي بطاريه بيبقى فيه ديبليشن باي كونتينوس اكسبوجر تو اكسجين. يعني بيسكلي احنا عندنا كل ما كان الاكسجين عندنا هنا كتير كل ما التفاعل ده حصل كل ما حصل تاكل هنا في الليد انود، يعني بمعنى ان هنا يحصل عندي بعد شويه ان يحصل ديبليشن ليه.
ديبليشن معناه ان هو بيخلص، يعني بيسكلي هنا يعني بيحصل تفاعل، والتفاعل ده بينتج عنه ليد اوكسايد، الليد اوكسايد ده ما بيبقاش موجود هنا، بيبقى موجود هنا في الالكترولايت، ما بيبقاش موجود في الانود، وما بيتفاعلش بعد كده مع الاكسجين، فبالتالي بيبقى عندي بعد شويه السنسور دوت لازم اغيره. الحاجه الثانيه ان طبعا لو انا بتكلم على ان السنسور طول ما هو متعرض للاكسجين بيحصل التفاعل دوت، يبقى معنى كده اللايف تايم بتاعه اول حاجه بيبقى ليميتد. الحاجه الثانيه لما بكونش مشغل السنسور ده، لما اكون مش هشغله، يبقى لازم اغطي الجزء اللي فيه البيرمن ممبرين دوت عشان ما اسمحش الاكسجين دوت ان هو يدخل ويعمل لي التفاعل دوت. فبالتالي لو انا مش بستعمله، لو مش بستعمل الالكترود دوت، او مش بستعمل الاكسجين سنسور دوت، لازم ما يكونش متعرض للاكسجين علشان ما يحصلش التفاعل ويحصل تآكل ويحصل ديبليشن، وبالتالي اللايف سبان بتاع السنسور يبقى اقل من المفترض. اوكي، فبالتالي يعني بيسي دي واحده من الحاجات التانيه بنتكلم على ان الكونتينوس اكسبوجر بيخلي السيل دي يبقى اكزوستد، او بمعنى ان هي بتخلص او اللي يحصل ديبليشن للانود دوت، وبالتالي بنتكلم على اللايف سبان عاده بتبقى اقل من 1 يير، ويستحسن ان احنا عشان نحافظ عليه ما نعرضوش للاكسجين في الوقت اللي احنا ما بنستعملوش فيه. في نوع الحقيقه يعتبر بيغطي المشاكل اللي كانت موجوده في النوع الاولاني اللي هو الفيول سيل. النوع ده بنسميه البارامغنتيك سنسور، او بيعتمد على البارامغنتيك فينومينال. البارامغنتيك فينومينال عامه لما بنتكلم على اي اتوم، الاتوم دي لو احنا عرضناها للماجنتيك فيلد بتبقى لها كاركترستيك، يا اما تكون حاجه اسمها دايماجنتيك يا اما اسمها بارامغنتيك. لما تكون بارامغنتيك معناها ان هي بيحصل لها سترونج اتراكشن للماجنتيك فيلد. لما تكون دايماجنتيك معناها بيكون لها يعني بالعكس بقى، بيبقى يعني بتبقى ريبولست، او بتبقى يعني بيسكلي بتبعد عن الماجنتيك فيلد. الحقيقه في عندنا يعني حاجه كاركترستيك اساسيه جدا للاكسجين، اللي هو الغاز الوحيد اللي هو باراماجنتيك. الحاجه الثانيه ان بقيه الغازات كلها ويكلي دايماجنتيك. معنى كده ايه؟ معنى كده لو احنا حطيناه في ماجنتيك فيلد، الاكسجين هيتاثر اكتر بكتير جدا من اي غاز اخر. ففكره الباراماجنتيك اوكسجين سنسور ان هو بياخد السامبل جاس اللي هو المفروض ان يبقى ده الحاجه اللي عايزين نقيس فيها نسبه الاكسجين، وبناخد بعد كده روم اير، عارفين ان هو كريفرنس جاس، عارفين نسبه الاكسجين فيه 21%. وبعد كده بيحصل هنا بحط الكترو ماجنت، والالكترو ماجنت دوت بيتغير، يعمل تغير في البولاريتي بتاعته بشكل سريع جدا، يعني بيعمل ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده بيقلب البولاريتي بتاعته بريت عالي جدا. لما بيحصل الكلام ده، الاكسجين اتومز الموجوده عندي هنا في الهواء اللي داخل بيبتدي يحصل لها بيسكلي اكسايتيشن، لانها بيسكلي اكني بحاول ان انا مره اخليها تنجذب لناحيه النورث، ومره يعني بيسكلي عندي هنا البولز دي بتبقى ريفرس، او بتبقى بيسكلي بتتغير بشكل سريع، فبالتالي مره تنجذب لفوق ومره لتحت، فبيسكلي يبقى في عباره عن حاجه زي اكسايتيشن كده للاكسجين. والاكسايتيشن ده الحقيقه عندنا في الميكانكس هو عباره عن بريشر. لما يكون في عندي مولكيولز بتتحرك بشكل سريع كده، يبقى البريشر عالي بتاع الجاز دوت. فبالتالي لو انا حطيت هنا ديفرنشال بريشر سنسور في الجزء دوت بين الليمب ده والليمب ده، نتيجه البريشر الزياده اللي ابتدى يبقى موجود هنا، البريشر الزياده ده هيبقى كوندكتد لهنا، ونقدر ان احنا نقيسه كفرق بينه وبين الليمب الثاني اللي فيه نسبه اكسجين اقل. فبالتالي ممكن نبص عليها حتى لو خدنا يعني بلان كده، او خدنا كروس سكشن كده، بيبقى في عندي ليمب فيه الاكسجين او ريفرنس جاز بيبقى جاي لي هنا، والميجرمنت جاس بيبقى جاي لي هنا، ويبقى في عندي ديفرنشال بريشر سنسور في النص. زي ما شايفين كده هتلاقوا الديفرنشال بريشر سنسور لها استعمالات كتيره جدا الحقيقه، لانها دقيقه وسريعه، ويعني فعلا ابلكيشن بتاعتها زي ما انتم شايفين في كل حاجه. لما بيجي هنا الجزء دوت بيبقى متعرض لماجنتيك فيلد، وبالتالي الجزء اللي فيه اكسجين اكتر هيبقى البريشر فيه اعلى، وبالتالي الليمب ده هيبقى البريشر بتاعه اعلى من الليمب ده. اقدر اقيس الفرق البريشر دوت، وعن طريق فرق البريشر اقدر استيميت الاكسجين بشكل دقيق جدا. فالحقيقه بيسكلي الماجنتيك فيلد زي ما بنقول قبل كده بيسبب ان الاكسجين مولكيولز تبقى اتراكتد واجيتيتد، يعني تبتدي تتحرك بشكل كده، يبقى في اجيتيشن، يعني بتحاول حسب ما انا بريفرس البولاريتي بتاعت الماجنتيك فيلد هي بتعمل نفس الحاجه، وبالتالي بيبقى في عندنا بريشر ديفرنس بروبورشنال تو ذا اكسجين بارشل بريشر. الحقيقه السنسور ده بيتميز بحاجات كتيره مهمه، ان هي فيري اكيوريت وهايلي سنسيتيف، والريسبونس تايم بتاعه فيري فاست.
فيري فاست معناها بنتكلم على يعني a few seconds، بنتكلم على ثانيه اثنين ثلاثه بكثير، يعني بمعنى ان احنا السنسور ده يسمح لنا ان احنا اكشولي نعمل continuous monitoring. continuous monitoring معناها ان انا باخد قراءه على الاقل كل breath بيبقى عندي قراءه اكسجين جديده، ما بيبقاش عندي فيها اي مشكله خالص. فالحقيقه دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الباراماجنتيك سنسور يعتبر واحد من الحاجات اللي تبقى مفضله في الاستعمال عن الفيول سيل سنسورز. برضه حاجه مهمه جدا نتيجه للاستراكشر بتاعه، ما فيش اي حاجه هنا بيحصلها ديبليشن زي الفيول سيل، فبالتالي بيبقى اللايف سبان بتاعه بيبقى فيري لونج with no service requirements، مفيش احتياج ان احنا نعمل سيرفيس للسنسور ده باي شكل من الاشكال. فالحقيقه هو طبعا يعني الاسعار بتاعته ده طبعا مثال لشكل الباراماجنتيك سنسور، الحقيقه بيبقى يعني يعتبر اكسبنسيف ماتش مور اكسبنسيف عن الفيول سيل سنسور، بس طبعا نتيجه ان هو بيستعمل بدون صيانه او بدون احتياج لصيانه بيبقى الحقيقه فيه ميزه كبيره، وطبعا بالنسبه للريسبونس تايم كمان بيبقى فيه ميزه عن الفيول سيل. بالنسبه للاجهزه اللي هي تعتبر يعني اقل شويه في الكوست هنلاقي ان هي بتستعمل فيول سيل، بس الفيول سيل محتاج يعني كل شويه تعمل له كاليبريشن، وبرده في نفس الوقت بيبقى بعد شويه محتاج ان هو يتغير كومبليت. نبدا دلوقتي نتكلم على الكربون دايكسايد جاس سنسور، ساعات بعض الناس بتسميه كابنوجرافي اللي هو نتيجه ان هو بنتكلم على الكربون دايكسايد. فبيسكلي الطريقه الاساسيه اللي تستعمل في المجال دوت بالنسبه للميديكال ابلكيشنز هي حاجه بنسميها الانفراريد ابسوربشن سبكتروسكوبي. الفكره فيه بتعتمد على ان كل واحد من الغازات اللي مستعمله في كل الغازات عموما هنلاقي ان لها ابسوربشن سبكتروم مختلف بالنسبه للضوء. الحقيقه الناس لقت بالنسبه للغازات اللي بتستعمل في الانسان، يعني عاده لما بنتكلم على غازات بتستعمل في الانسان بنتكلم على الكربون دايوكسيد، بنتكلم على النيتروز اوكسيد في مثلا حاجه زي الانستيزيا اللي هي التخدير، بنتكلم على الهالوثين، الحاجات اللي زي مثلا الحاجات المواد اللي هي بتستعمل برضو في التخدير، والحاجات دي كلها الحقيقه لقوا انها كلها بتبقى لها ابسوربشن سبيكتروم موجود عندنا في الانفراريد. فمعنى كده ان احنا ممكن يبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده في عندنا absorption spectrum هنا لل CO2 مختلف عن النيتروز اوكسيد ده بيستعمل في التخدير، وفي عندنا هنا طبعا غازات التخدير بتبقى موجوده عاده في الاماكن اللي زي كده، فبالتالي الاكسجين طبعا مش موجود، يعني الاكسجين ممكن يبقى موجود في الفيزيبل بس ما هوش موجود في الانفراريد. فبالتالي لو انا جيت دلوقتي حطيت انفراريد سورس، والانفراريد سورس ده حطيت فلتر عشان اخد بس الجزء اللي انا عايزه اللي هو بيمثل CO2، ودخلته بعد كده على حاجه اسمها جاس كيوفيت. جاس كيوفيت دي تبقى عباره عن حاجه يا اما تبقى بالشكل ده كده، يا اما ممكن ساعات تبقى هي يعني بيسكلي الاباراتس دي موجوده حوالين التيوب نفسها زي ما موجود عندنا في السنسور ده. في كل الاحوال بنعدي الضوء في السامبل الموجود عندنا، يعني هنا دي عباره عن جاس سامبل موجود عندنا من الاسبيراتوري، بين الاسبيراتوري اير بقى لان احنا بنتكلم على CO2، وبالتالي بنقدر هنا نقيس الضوء اللي عدى من السامبل، وعن طريق ان انا عارف الفوليوم بتاع السامبل، عارف اللينث بتاع السامبل، وعارف ان انا الضوء اللي داخل الانتنسيتي بتاعته كام اي نوت، والضوء اللي خارج الانتنسيتي بتاعته اي، بقدر استعمل البير لامبرت لو اللي هو بيقول لي ان الكونسنتريشن بيساوي الابسوربشن كونستانت، بيبقى عباره عن في كونستانت هنا موجود مضروب في لين اي نوت على اي. فبقياس اي واي نوت بقدر ان انا احدد بيسكلي كونسنتريشن بتاع CO2 هنا بيساوي كام. الميزه بتاعت السيستم ده طبعا ان هو يعني بيسك زي ما حضراتكم شايفين، هتلاقوا ان هو مش محتاج ان يبقى فيه اي حاجه داخل التيوب نفسها، يعني ممكن احط الحاجه دي خارج التيوب خالص. ممكن اعملها بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، يبقى التيوب نفسها اللي ماشي فيها الاكسبايرد اير السنسور راكب حواليها، او ممكن ان انا يبقى في عندي باي باس موجود عندنا، يعني اخد باي باس كده من الهواء اللي خارج وادخله في الكيفات دي واقيسه. والحاله الاولانيه دي بنسميها المين ستريم سنسور، الحاله الثانيه دي بنسميها سايد ستريم سنسور. يعني سايد ستريم معناه ان هو بياخد اي زي ما يكون مثلا اكن في طريق رئيسي مثلا وفي طريق فرعي، انا باخد احط السنسور بتاعي في الطريق الفرعي واسيب الطريق الرئيسي ماشي زي ما هو. هنا في السنسور اللي موجود عندنا المثال دوت ده بيبقى بنتكلم على ان هو بيقيس بيقيس من المين ستريم على طول، مش محتاج ان انا اعمل سايد ستريم. الحقيقه الكلام ده بيستعمل او الـ CO2 سنسور بيستعمل في حاجه بنسميها الـ end tidal CO2 سنسور.
انت ده سي او 2 ده في بعض الاجهزه الحقيقه بيستعملوه علشان يقدر يكستمايز، او يقدر في الانتليجنت سيستمز يقدر يكستمايز المود بتاع الفنتليشن، لان هو ده بيقيس لنا الافشنسي بتاعه الجاس اكسشينج، وبالتالي بمعلوميته بقدر احدد بعض البارامترز في الفنتليشن مود. فالحقيقه ده واحد من الحاجات المهمه، بس الحقيقه زي ما بنتكلم كده في موجود في بعض الاجهزه بس مش موجود في الاجهزه الاخرى. في بعض الاحيان الان تايدل سي او 2 مش بيبقى داخل جهاز الفنتليتور، ممكن يبقى تابع لجهاز المونيتور، يبقى واحد من الحاجات اللي انا ببص لها في المونيتور مش في الفنتليتور. بس في اجهزه الفنتليتور اللي هي بنتكلم على الكنترول بتاعها بيبقى انتليجنت، عاده بتحتاج ان يكون موجود. احنا كده اتكلمنا على كل السنسورز الموجوده، اتكلمنا على البريشر سنسور، اتكلمنا على الفلو سنسور، اتكلمنا على الجاس سنسورز زي الاكسجين والسي او 2 سنسورز. نبدا دلوقتي نتكلم على الاكتويترز. بالنسبه للاكتويترز بيبقى اول حاجه واهم واحد من الاكتويترز اللي احنا بنستعملهم حاجه بنسميها بروبورشنال سولينويد فالف. السولينويد فالف باي ديفينيشن هو بيبقى عباره عن حاجه زي الريلي كده، بس بدل ما بيكونترول الاون اوف بتاع كارنت مثلا، او يعني ان هو يعدي ان هو يبقى كانه سويتش مثلا بيفتح ويقفل بحسب تغير الكارنت اللي ماشي في الكويل، لا احنا بنستعمل الكويل ده عشان نحرك حاجه مثلا زي مثلا هيد معينه كده، علشان حسب البوزيشن بتاع الهيد دي بيبقى في عندنا نسبه فلو ريت بتتناسب مع ده مفتوح بنسبه قد ايه. يعني هدفي ان يبقى في عندي ديفايس بالشكل ده كده، عندي حسب الكويل كارنت، الكارنت اللي ماشي عندي هنا في السولونويد بيبقى فلو ريت بتاعي بيعتمد على الكارنت ده بشكل لينير. طبعا ده ممكن يبقى كستراكشر داخلي بيبقى بالمنظر ده كده، كاكسترنال لوك بيبقى شكله عامل كده. وطبعا زي ما احنا شايفين كل ما احنا بنحرك الهيد دي، كل ما بنطلعها لفوق كل ما بيبقى فيه فلو بيمشي بشكل اسهل، بيبقى الفلو بيبقى ماشي اكتر، كل ما بقفله ممكن اكشلي انزل بيه كفايه بحيث ان هو يبقى كومبليتلي كلوز. فبالتالي الفكره الاساسيه اللي هي ورا البروبورشنال سولينويد فالف ان الكونستريكشن بيعمل significant pressure drop وبالتالي بيغير لي الفلو. يعني انا كل ما اعمل constriction، كل ما اعمل ضيق هنا في المسار بتاع الغاز، التغير في المسار دوت او ضيق المسار دوت بيخلي البريشر يقل وبالتالي الفلو ريت بيقل. وبالتالي احنا بنتحكم في الكونستريكشن دوت وبالتالي بنتحكم من خلاله في البريشر والفلو اوف جاسز. الاستعمالات بتاعته الحقيقه ممكن نلاقيها في الانسبيراتوري فالف، نتحكم فيه في الكنترول بتاع الفنتيليشن مود ديليفري. يعني مثلا لما اكون عايز اعمل بريشر كنترول مثلا بحط البريشر بالويف فورم اللي انا عايزها عن طريق ان انا اغير البوزيشن بتاع الكونستريكشن ده. وممكن استعمله في الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف الحقيقه الكنترول فيه بيبقى كنترول على البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، فهو بيسكلي بس بيفتح لنسبه معينه مش بيفتح كومبليتلي علشان يمينتين سيرتن بيب از سيت باي ذا يوزر. طبعا واحد من الاستخدامات بتاعت البروبورشنال فالف الحقيقه هي في الميكسنج اللي هو الجزء بتاع الاير اكسجين بلندر. لو انا بتكلم على ان انا دلوقتي داخل لي هنا اكسجين وداخل لي هنا اير، علشان اقدر اعمل ميكسنج هنا بشكل سليم، لو انا حطيت هنا بروبورشنال فالف وهنا بروبورشنال فالف وحطيت نسبه الكونستريكشن هنا وهنا بحيث ان انا الفلو ريت هنا يبقى بنسبه غير هنا، بقدر اعمل ميكسنج بالريشيو اللي انا عاوزه. يعني لو انا عايز فرضا 50-50، عايز انا يعني النسبه بتاعه ده هنا 50-50، طبعا لازم اراعي ان في عندي في الاير هنا جزء من الاكسجين، يعني 21% اكسجين، بيبقى في عندي هنا طبعا 100% اكسجين. ممكن من ايكويشن بسيطه الحقيقه اشوف النسبه اللي انا عايز نسبه الكونستريكشن هنا كام لكام هنا، علشان اقدر اطلع في الاخر الميكشر اللي انا عاوزه. طبعا زي ما هنتكلم بعد شويه احنا عندنا الكلام ده برضه بيعتمد على التايدال فوليوم. يعني بتكلم ان انا ما ينفعش مثلا ان انا اعمل كونستريكشن هنا واخلي الفلو ريت يبقى قليل جدا، فبالتالي الفوليوم اللي طالع هنا يبقى قليل، لا لازم اخلي الاثنين يبقوا نسبه لبعض، يعني هما الاثنين مفتوحين بنسبه معينه لبعض وهما الاثنين يسمحوا بالفلو ريت اللي يديني التايدال فوليوم اللي انا عايزه. فبيسكلي بناء على السيت فراكشن انسبيراتوري او 2 والتايدال فوليوم بحدد الكنترول بتاع التو بروبورشنال فالفز دول اللي هم بتوع الاكسجين وبتوع الاير، وبالتالي بقدر من خلالهم ان انا اطلع الميكشر اللي انا بستعمله في الانسبيريشن بشكل سليم. في نوع اخر من البروبورشنال فالف بنسميه السولينويد بينش فالف. ده بيبقى عباره عن بيسكلي الفالف نفسه ما بيبقاش ان كونتاكت مع الغاز اللي المفروض هو بيعمل عليه كنترول. يعني اكشوالي اللي بيحصل ان بيبقى في عندي تيوب، هي دي اللي بيسكلي هو بيعمل لها بينشنج زي ما انتم شايفين كده هنا،
بيعمل في عنده هنا حاجه زي يعني في بيس هنا موجوده، والبيس دي كل ما انا اضغطها كل ما بتضغط على الفلو بحيث انها يبقى شكلها بالمنظر، كل ما اضغط عليها اكتر كل ما الفلو بقى ريستريكتد اكتر، كل ما بيسكلي الفلو بقى اقل. طبعا الكلام ده بيبقى مفيد جدا الحقيقه، ان مفيش كونتاكت خالص مع الاير مع اللي هو الخارج، وبالتالي مفيش اي احتياج للستيريلايزيشن للفالف ده خالص. طبعا ده له بارتيكولر ابلكيشن في الاكسبيريشن، يعني في الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف طبعا بيبقى جاي من البيشنت، الاكسبيراتوري فالف ما بيبقاش عندنا فيه مشكله لان الهواء ده بيبقى جاي من خارج البيشنت وبيروح للبيشنت، ما بيسمحش لان الهواء يرجع من البيشنت للجزء بتاع الانسبيريشن او الانسبيراتوري ليمب، فبالتالي مفيش مشكله ومفيش احتياج عندنا للجزء بتاع الاستيرلايزيشن في الانسبيراتوري فالف. بالنسبه للاكسبيراتوري فالف ده مشكله لان هو جاي من البيشنت. لو احنا عملناها بالشكل ده، لو احنا صممناها بالشكل اللي هو فيه سولينويد بينش فالف، يبقى في الحاله دي مجرد بس التيوب اللي موجوده دي اللي هي جايه من البيشنت بتتغير كل بيشنت وخلاص، يعني لما البيشنت يتغير يبقى التيوب دي نفسها بتتغير وخلاص، ذاتس ات، ونفس الفالف بيشتغل من غير احتياج للستيريلايزيشن اصلا. فطبعا بيبقى ميزه كبيره ان هو بيعمل يعني كنترول على الكورس انفكشن. واحد من الفالفز المستعمله، كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها كفالفز اللي هي البروبورشنال فالفز اتكلمنا عليها قبل كده كلها بتحتاج ان يبقى في عندنا اكتيفيشن من مايكرو بروسيسور مثلا او مايكرو كنترولر، لازم يبقى في عندنا كهرباء عشان يشتغل الفالف ده. الفالف زي التشيك فالف ده، لا ده كومبليتلي ميكانيكال اوبريشن. الفكره بتاعته في منتهى البساطه، ممكن يبقى في عندي حاجه زي فلاب بالشكل ده كده، ودي بيسكلي مجرد ان هي بتسمح بالفلو في اتجاه معين، وتسمح لو في هواء جاي كده هيسمح ان هو يعدي، لو هواء جاي بالناحيه الثانيه هيقفل الطريق ده كومبليتلي، يعني الحاجه دي هتقفل الطريق دوت، ما يبقاش فيه اي امكانيه ان هو يبقى فيه فلو في عكس الاتجاه. ده بنحتاجه طبعا زي ما كنا بنتكلم، بنحتاجه بيبقى في عندنا في الانسبيراتوري يوني دايركشن فالف او تشيك فالف هنا، يعني تشيك فالف هو يوني دايركشن فالف، فهو بيسمح لنا بالفلو بس في الاتجاه ده. في عندنا واحد تاني هنا في الاكسبيراتوري يوني دايركشن فالف او تشيك فالف، يبقى عندنا برضه بيسمح للفلو في الاتجاه ده وبس، فلازم يبقى في عندنا واحد في الانسبيراتوري ليمب واحد في الاكسبيراتوري ليمب. في نوع تاني الحقيقه بيبقى يعني نوع تشيك فالف كده معتمد على حاجه زي بنتكلم على مثلا حاجه زي بين مثلا، يعني بنتكلم على يعني بنتكلم حاجه زي يبقى في عندنا دي بيس بالشكل ده كده شكلها عباره عن زي مثلا مخروط، والمخروط دوت لو الهواء جاي في الاتجاه ده هيبقى مفيش مشكله هيدفع المخروط ده في الاتجاه ده، لو الهواء جاي في عكس الاتجاه ده هينزل في المكان ده ويقفله تماما ما يسمحش ان يبقى فيه فلو. ففي برضو بعض الاحيان يبقى فيه امبلمنتيشن تاني، بس عاده الامبلمنتيشن ده بيبقى ماتش مور كومن. فبيسكلي بنتكلم على التشيك فالف دوت بيبقى ميكانيكال اوبريشن، ما بيحتاجش اي كهرباء ولا حاجه خالص، وبنحتاجه ان هو يركب في الانسبيراتوري والاكسبيراتوري ليمبس عشان يخلي الفلو يبقى يوني دايركشن. في عندنا واحد من الانواع المهمه للفالفز اللي بنستعملها في الميكانيكال فنتليتورز، حاجه اسمها ادجستبل بريشر ليميتنج فالف. الحقيقه بنتكلم على ان يعني لو حصل اي فيلير في الجزء الاولاني في الجهاز، يعني بنتكلم على الانتري بريشرز بتاعت الاكسجين والاير والكمبريسد اير بيبقى حوالي 4 بار. 4 بار دي لو راحوا بقى الاربعه بار دول بقى موجودين على اللانجز هتبقى حاجه خطيره جدا، لو بقوا موجودين على الانتري لللانجز او الانتري بتاع الاير واي للبيشنت. فالحقيقه بيبقى لازم يكون في عندنا حاجه زي ادجستبل بريشر ليميتنج فالف. ده فكرته بمنتهى البساطه بيبقى حاجه زي يعني سبرينج لودد ديسك هنا كده، يعني في عندنا هنا حاجه زي سبوست او سبرينج بنقدر نادجست، بيبقى في عندنا حاجه زي دايل كده بنادجست بيه البريشر موجود عندنا هنا في السبرينج دوت، وبالتالي لما البريشر عندنا هنا في الانسبيراتوري ليمب مثلا يزيد عن حد معين هيتغلب على البريشر اللي موجود عندنا هنا في السبرينج ويسمح للهواء ان هو يبقى فنتد اوت. فنتد اوت معناه ان هو بيسكلي اكنه كده يعني بيسكلي يعني بيريليس البريشر الزياده علشان ما يعملش مشكله بالنسبه للبيشنت. ده زي ما انتم شايفين بيشتغل بشكل ميكانيكي، وهنا بيسكلي بيبقى عندنا الكلام ده موجود بالشكل ده كده، بيبقى عندنا في ديفايس بتبقى موجوده عندنا هنا في الطريق بتاع الانسبيراتوري ليمب، وبنقدر ان احنا ادجستد بحيث ان هي تبقى في يعني في البريشر رينج اللي هو يبقى سيف بالنسبه للانسان. وطبعا ممكن يختلف من بيشنت لبيشنت.
once ان هو ده adjusted، البريشر هنا لما بيعلى عن الحد اللي هو موجود عليه او مظبوط عليه بيبقى vented through الايه التيوب اللي موجوده هنا دي. وممكن طبعا يبقى adjusted، ممكن نبقى basically نعمل له calibration بان احنا نشوف الاكشوال بريشر كام ونقدر ان احنا نقارن ونتاكد ان هو شغال بشكل سليم. فهو basic ده مهم جدا للسيفتي اوف airway pressure during positive pressure ventilation. ده بنتكلم عامه البوست بريشر فنتيليشن، ده هو كل اللي بنعمله في الفنتيليتورز، في الميكانيكال فنتيليتورز لازم نحط بوست بريشر عشان نقدر نساعد البيشنت ان هو ياخد نفسه. وبالتالي الكاسيفتي فيتشر بتمنع الباروتروما. باروتروما بتبقى يعني بتطلق على المشاكل اللي بتحصل نتيجه لتنفس هواء يبقى الضغط بتاعه عالي. الباروتروما بعض الاحيان بيطلع برضه باي ذا واي في مشاكل ثانيه، مثلا الناس اللي بيعملوا سكيوبا دايفنج، بس احنا بنتكلم على الوضع بتاع الميكانيكال فنتيليشن، انت بتحط هاي بريشر عن الحد اللي يعني يبقى سيف بالنسبه للانسان. فبنتكلم على عاده امبلمنتيشن بيبقى حاجه زي كده، زي ما حضرتك شايفين كده حاجه كلها بيورلي ميكانيكال، بس في بعض الاحيان ممكن نلاقيه ان هو يبقى برضه سولونايد فالف. بس لما يكون سولونايد فالف يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نقيس البريشر، وقياس البريشر ده يبقى سريع جدا، بحيث ان اول لما احس ان البريشر عالي عن حد معين لازم على طول ان انا ادي اكشن او ادي فولتج للسولونايد فالف عشان يفتح. طبعا بنتكلم على يعني الافضل يعني عاده في الحاجات اللي زي كده يستحسن يبقى في ميكانيكال ادجستبل بريشر ليميتنج فالف لو اي بي ال فالف، علشان ما يبقاش لو حصل مشكله في السوفت وير ما يبقاش في مشكله عندي ان يبقى في السيستم بتاعي يبقى فولنربل لو حصل اي بريشر انكريز. ساعات كتيره بيبقى لما يكون عندي ميكانيكال سيف جاردز بيبقى افضل من يكون عندي الكترونيك سيف جاردز. المفروض يكونوا الاثنين موجودين اكشوالي عشان يبقى السيستم كومبليتلي سيف. واحد من انواع الفولفز اللي هي بتستعمل لما يكون في احتياج ان احنا نستعمل اسطوانه اكسجين هو حاجه بنسميها البريشر ريدكشن فولف. البريشر ريدكشن فولف يعني في فكره شبيهه بفكره الجزء بتاع الاي بي ال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه اللي هو البريشر ليميتنج فولف. بيبقى في عندي برضو هنا سبرينج، وفي عندي هنا الهواء اللي جاي اللي داخل عندي من الهاي بريشر بيدخل عندي في التشامبر دي، بيبقى opposed by ال spring اللي موجود عندي هنا ده، والسبرينج ده بيحاول يضغط ده لتحت. فبيسكلي جزء من البريشر اللي موجود عندي هنا هي بس مجرد هيبقى موجود عشان يخلي دي مفتوحه، عشان يبقى بيسكلي دي ما تنزلش تحت خالص، وبالتالي يبقى في عندي باث هنا يخرج الهواء. فبالتالي جزء من البريشر بيضيع عشان يعادل البريشر اللي جاي من الطريق السبرينج الموجوده هنا دي، وبالتالي البريشر اللي خارج هنا بيبقى reduce pressure. ممكن نلاقي ديفايس زي كده موجوده، وديفايس زي كده بتبقى يعني بيسكلي بيدخل عندي الجاس من هنا، بيبقى زي ما انتم شايفين كده ممكن تركب يعني دي اسطوانه الاكسجين، ده بيبقى راكب عليها بالشكل ده كده، ويبقى في عندي الجزء اللي هنا دوت بقدر ادجستد بحيث ان انا احدد البارامتريك بريشر اللي خارج هنا يكون كام. عاده بيبقى عاوزين ان الريدكشن يحصل للبريشر لحوالي 4.1 بار عشان يماتش الاكسجين اللي جاي عندنا من الميديكال جاس سبلاي. فلو احنا عندنا بنتكلم على السيلندرز، سيلندرز بنتكلم على بدل ما 4.1 بار بنتكلم على اقل واحده فيهم 137 بار. طبعا يعني بريشر اعلى بكتير جدا، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه يعني بالفالفز الموجوده عندنا، يستحسن ان احنا نقلله 4.1 بار بحيث حتى الجزء اللي داخل الاير اوكسجين بلندر ما يبقاش فيه تغيير، يبقى هو نفسه معتمد ان داخل 4.1 بار عند الاير و 4.1 بار عند الاكسجين، وهما الاثنين يتعمل لهم ميكسنج بالطريقه السليمه. طبعا بنتكلم على ان طبعا ممكن يبقى في عندنا حاجه ادجستبل بالشكل ده كده، يبقى في عندنا يعني هنا دايل كده بنحدد بيه البار اللي احنا عايزينه في الاوتبوت بيساوي كام، وممكن اكشوالي بعض الاحيان يبقى في فيكست بريشر ريدكشن فالف، يبقى مثلا حاجه زي كده مثلا بيبقى مكتوب عليه مثلا الاوتبوت بتاعه 415 مثلا او 410 كيلو باسكال، هي بتبقى عباره عن 4.1 بار، قريب من 4.1 بار. اوكي فبيسكلي بنتكلم على الوضع اللي عندنا هنا دوت، بيبقى ده هنا بيبقى فيكست بريشر ريدكشن فالف، بعض الاحيان بيبقى ممكن يبقى فاريبل زي ما احنا شايفين هنا في الحالتين دول. احد الاكتويترز الموجودين عندنا في جهاز الفنتليتور هي الاير بلور. الاير بلور هو في بعض الاحيان الهواء اللي داخل هو الكومبريسد اير المفروض يكون داخل عند 4.1 بار من الميديكال جاس سبلاي ما بيكونش موجود. الكلام ده بيبقى مثلا في حاله لما يكون في مشكله في الميديكال جاس سبلاي، او في مثلا استعمال الفنتليتور ده في غرفه مثلا خارج الجزء اللي فيه الميديكال جاس سبلاي، او في ميك شيفت هوسبيتال وات ايفر، بيبقى عندنا الاكسجين جاي من اسطوانه ويبقى عندنا الاير لازم يبقى جاي لنا كومبريس 4.1 بار بطريق اخر.
فالحقيقه بنستعمل اير بلور عشان يعمل لنا الكلام ده. الموست كومن تكنولوجي في الاير بلورز بتستعمل في الميكانيكال فنتليتورز هي من النوع اللي بنسميه سنتريفيوجال بلورز. اوكي، فهي بيسكلي الفكره فيها ان هي يعني بيسكلي بيبقى عندي في حاجه زي مثلا ريش هنا موجود عندي في البلور دوت، وبيسكلي الهواء بيدخل عندي من طريق، بيدخل عندي مثلا هنا من النص كده، وابتدي بعد كده يلف مع الحركه بتاعه الريش الموجوده عندي دي، بتبقى في موتور طبعا بيتحكم فيها، وبتطلع لي بعد كده يعني بيسكلي عن طريق السنتريفيوال فورس من اوتلت معين. فبالتالي بيبقى عندي انبوت انلت بيبقى موجوده هنا في النص، وبيبقى في اوتلت بعد كده بيبقى عباره عن حاجه سايد تيوب كده بالشكل ده، وده مثال ليها شكلها بيبقى عامل كده. فبيسكلي زي ما احنا شايفين كده بيبقى الهواء داخل من هنا وطالع من هنا. الحقيقه الميزه بتاعت سنتريفيوجال بلورز او التكنولوجي دي بالذات ان هي نقدر نمينتين كونتينوال جاس ترانسفير، يعني بيسكلي يبقى الهواء اللي طالع يبقى طالع بشكل كونتينوس زي الميديكال جاس سبلاي بالظبط، وفي نفس الوقت نقدر كرييت هاي بريشر فروم سمول فوليومز اوف اير. يعني بيسكلي اقدر اطلع مش محتاج كميه كبيره من الهواء الانبوت عشان اعلي البريشر في الاوتبوت. طبعا الحاجه الاساسيه اللي فيها، الميزه الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الاير بلور اللي يستعمل في الميكانيكال فنتليتورز ان هو يكون سبيد كنترولبل، اقدر اتحكم في السبيد بتاعته عشان اقدر اتحكم في البريشر ده عشان يطلع بالشكل اللي انا عايزه، ولازم يبقى سايلنت اوبريشن، يعني لازم يبقى الاوبريشن نفسه ما يعملش صوت عالي، عشان طبعا ده هيبقى بيت سايد جنب المريض، فما ينفعش ان انا احط حاجه يبقى صوتها عالي. يعني في بعض الديزاينز اللي شفتها الحقيقه كان بعض الناس بتقترح ان احنا نستعمل مثلا الاير بلور بتاع اطار السياره مثلا، طبعا اللي هو التاير انفليتر ده بيبقى صوته عالي جدا، ما ينفعش يعني كتكنيك ما ينفعش، عشان يعني ما هواش مناسب للاستعمال في الميكانيكال فنتليتورز. فعامه السنتريفيوجال بلورز دول بيبقوا يعني حقيقه منتشرين، والحقيقه استعمالهم حقيقه يعني فعلا فيري افكتيف، ويعني وبيغنينا ان احنا يبقى في عندنا يعني كومبريسد اير سبلاي للميكانيكال فنتليتور. حتى بعض الاجهزه اللي هي مستعمله في الاي سي يو ستيل بتستعمل برضو السنتريفيوجال بلورز بدل الكومبريسد اير. اخر حاجه هنتكلم عليها هي بعض البراكتيكال ايشوز اللي لها علاقه بالبريشر ميجرمنت والفوليوم ميجرمنت. بالنسبه للبريشر ميجرمنت لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان عندنا البريشر ميجرمنت دي بتتغير باللوكيشن بتاعنا في السيركت فين. يعني بيسكلي بنتكلم على each circuit part has a resistance، يعني بيبقى عندنا بيسكلي لو احنا بنتكلم ان احنا بنقيس بريشر هنا غير لما نقيس بريشر هنا غير لما نقيس بريشر هنا، يعني في كل مكان هنا هنا كل مكان له resistance مختلفه او بيسكلي له بريشر مختلف نتيجه للريزيستورز او resistances اللي حواليه. طبعا ممكن احنا نفكر فيها من ناحيه الميكانيكال الكتريكال انالوجي، احنا بنتكلم على البريشر هو عباره عن الفولتج، وبيسكلي عندنا الريزيستنس هي نفسها الريزيستنس، فممكن نتخيل السيركت بتاعتنا هي عباره عن ان البريشر الداخل عندنا من الخارج هو بيسك، يبقى في ريزيستنسز للفالفز، في ريزيستنسز للسنسورز، في ريزيستنس للاتش ام اي الهيت اند مويشر اكسشينجر، في ريزيستنس للبريذنج سيركت، في ريزيستنس كمان للبيشنت اير واي نفسه. فبالتالي لو انا بقيس هنا غير لما اقيس هنا، يعني حسب انا مكاني فين من السيركت انا ممكن اقيس بريشر مختلف. فمعنى كده لازم ما نقارنش البريشرز ببعض، لازم بقى عارفين احنا بناخد البريشر قيمه البريشر كام ومكانه فين عشان نقدر نحدد البريشر ده معناه ايه. فبيسكلي البريشر الحقيقه واحد من المزايا بتاعت القياسات بتاعته ان هو ما بيبقاش affected by temperature or humidity. عاده لما بيحصل فيه تغير في الاثنين دول بيبقى التغير ده ناحيه الفوليوم زي ما هنتكلم عليه دلوقتي. بالنسبه للفوليوم الحقيقه يعني في اختلافات، اي اختلاف في البريشر، اي اختلاف في الهيوميديتي، اي اختلاف في التمبرشر بيغير لي بعض الحاجات اللي علاقه بالفوليوم ميجرمنتس. طبعا احنا عندنا الجاس لو اللي هو اليونيفرسال جاس لو بيقول لنا البريشر تايمز الفوليوم بيساوي ان، ودي تعتبر واحده من الكونستنتس في ار في تي. فبنتكلم على بيسك ان وار يعتبر كونستنتس، بنتكلم على الفوليوم والبريشر يعني والتمبرشر هما بيتغيروا مع بعض. بنفرق بين حاجتين في الميكانيكال فنتليتورز. في عندنا القياسات بتاعتنا ممكن تبقى عند حاجه اسمها ATPD اللي هي Ambient Temperature and Pressure Dry اللي هي بنتكلم عليها دي في الفنتليتور سايد. فبيسكلي الفنتليتور سايد ميجرمنتس بنسميها ATPD. بالنسبه للحاجه اللي هي داخل البيشنت اللي هي الاكشوال فاليوز اللي البيشنت بيحس بيها هي حاجه بنسميها البادي تمبرتشر اند بريشر ساتوريتي PTPS،
اوكي patient actual values. على سبيل المثال الاختلافات مثلا في حاجه زي التمبرتشر، لما بتكلم مثلا على البادي تمبرتشر في الافريج بيبقى او يعني في النورمال بيرسون بيبقى حوالي 37 ديجري سنتيجريد. طبعا لما يكون في شخص مثلا زي الكوفيد 19 بيبقى درجه الحراره بتاعته اعلى من كده كمان بزياده. الاي تي بي اس لما بنتكلم على درجه حراره داخل الفنتليتور، بنتكلم لو هي محطوطه في اير كونديشن روم ولا حاجه، بيبقى عاده درجه الحراره ممكن تبقى 22 درجه. لو احنا حطينا الكلام ده في الايكويجن هي بي في بتساوي ان ار تي، وشفنا الفروقات في الفوليوم بالنسبه للبي تي بي اس بالنسبه للفوليوم في درجه الحراره اللي هي الامبيانت، وخلينا كمان الاثنين ساتوريتد عشان ما يبقاش في اختلاف نتيجه للهيوميديتي. ساتوريتد معناها ان بنتكلم على الهيوميديتي، دراي معناها ان هي ما فيهاش اي هيوميديتي خالص، ساتوريتد معناها الهيوميديتي 100%. فلو بس شفنا الفرق في درجه الحراره هنلاقي ان احنا الفوليوم بتاعنا في البادي تمبرتشر بيبقى 1.05، يعني في زياده 5% وده يعتبر سيجنيفيكانت الحقيقه، يعني اكتر من الفوليوم اللي الجهاز الفنتليتور بيقيسه. فده الكلام ده لازم يتاخد في الاعتبار عشان نبقى عارفين الاكشوال فاليوز اللي البيشنت بيحس بيها بتبقى عباره عن ايه. بالنسبه للهيوميديتي سواء اذا كانت دراي او ساتوريتد او اذا كانت اي قيمه في النص، هي بتفرق معانا في البارشال بريشر، وبالتالي بنتكلم فيها على نسب الغازات اللي موجوده عندنا بتساوي كام. طبعا نسبه الغاز اللي تهمنا اكتر طبعا هي نسبه غاز الاكسجين. فنتكلم مثلا على لما بنتكلم على ال 100% saturation، بنتكلم على ان البارشال بريشر بتاع البخار الميه بتبقى حوالي 47 ملم مركري عند 37 درجه، وده بنتكلم عليه حوالي 6.2% بالفوليوم. وبالتالي بنتكلم على يعني بيسكلي بنتكلم على ان يعني بنتكلم على بارامتريك بريشر، بنتكلم على بارشال بريشر هو يعني بيسك بنتكلم بارامتريك بريشر هو 760 ملم مركري. لو احنا بنتكلم على الوضع ده زي ما هو كده، معنى كده ان جميع غازات التنفس يعني الاير كومبوننتس كلها، يعني الهواء اللي هو فيه اكسجين ونيتروجين والسي او 2 والكلام ده كله، بيبقى بيسكلي 93.8% باي فوليوم في الهواء اللي داخل البيشن، لان في عندنا جزء اللي هو 6.2% دوت ده اوكيباي باي المويشر اللي داخل من خلال الايه الهيوميديتي اللي موجوده. وبالتالي لما باجي اشوف نسبه الاكسجين الفعليه اللي داخله، بتكلم دلوقتي على بدل ما هي 21% تبقى 19.7%. وطبعا البارشل بريشر برضه بيبقى اقل نتيجه لكده اللي هي بتبقى 150 ملم مركب. فبالتالي بنتكلم على من المهم ان احنا نبقى عارفين التغيرات اللي بتحصل نتيجه للهيوميديتي، بسبب ان هي كمان بتاثر لنا على نسبه الاكسجين الحقيقيه اللي البيشنت بيحس بيها. هي في فروقات صغيره يعني 19.7% مش بعيده قوي عن 21%، بس اكشولي يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مريض وبنتكلم على جهاز طبي، فلازم كل حاجه تبقى في غايه الدقه، لازم نبقى عارفين بالظبط الحاجه اللي رايحه للمريض قد ايه. فبالتالي بيهمنا ان احنا نبقى عارفين الحاجات دي كلها. فبالتالي بالنسبه للفوليوم ميجرمنتس لازم ناخد في اعتبارنا درجه الحراره، ولو في عندنا بريشر تشينجز برضو ممكن تغير لنا الفوليوم فلو ريت، ولو في عندنا هيوميديتي تشينجز هتغير لنا نسب المكونات اللي موجوده في الميكشر اللي رايح للمريض. في الحقيقه برضو الريكومندد تكست بوكس بالنسبه للجزء دوت هنلاقي فيه صعوبه ان احنا نلاقي مراجع هندسيه فيها الكلام ده بشكل يعني مفصل، بنلاقي حقيقه حاجات مختصره جدا. الحقيقه الحاجات اللي فيها تفاصيل شويه اكتر هنلاقيها موجوده في الكتب الطبيه او الكتب اللي موجوده ل يعني ريسبيراتوري كير تكنيشنز. فالحقيقه الكتابين دول حقيقه فيهم بعض التفاصيل عن المكونات وعن السنسورز الموجوده عندنا في الجهاز الميديكال ميكانيكال فنتليتور، فينصح ان يعني الناس ترجع لهم عشان تقدر تاخد معلومات ازيد شويه.